25 رمضان، أعتقد كده من حقنا نقيم بقى مسلسلات رمضان ونقيم الموسم الدرامي السنة دي بشكل موضوعي. الناس تابعت عدد كبير من المسلسلات، لكن مفيش استقرار على حاجة معينة. يعني السنة دي يمكن كنا بنحس كده بنلمس من أصحابنا وزمايلنا والفيسبوك والمجتمع والناس شوية حاجات كده معينة، مؤشرات إن في مثلا ميل لمسلسل كذا، في إعجاب بمسلسل كذا، في إعجاب بأداء فلان فلانة. السنة دي مفيش إجماع على حاجة خالص. هنعرف بقى ملامح الموسم السنة دي ونعرف تقييم كده المسلسلات رمضان 2018 مع الناقد الفني المتميز أستاذ رامي المتولي. نهارك سعيد يا رامي. نهارك زي الفل، ازيك يا خلينا كده بقى يعني نشوف كده بصفة عامة الأول بعدد المسلسلات مقارنة بين السنين اللي فاتت، إيه الملامح اللي أنت شايفها السنة دي مختلفة عن السنين اللي فاتت، إيه كده يعني ملامح عامة وبعدين ندخل بالتفصيل. هو بشكل عام عدد المسلسلات بالنسبة لإنتاج السنين الصغيرة اللي فاتت اللي هي ما بعد 2011 من وقت الطفرة اللي حصلت في الدراما والتصاعد اللي احنا بنشوفه في الدراما وشكلها الجيد، اعتقد الموسم ده هو اقل موسم سواء من الناحيه الفنيه او من ناحيه العدد، بخلاف كمان ان هو زاد عليه اللي احنا بنقول عليه حرب الترندات، ان انت ان انا رقم واحد اكتر إيه من الفيلم بقى الجديد ده بقى يعني مش فاهمه يعني. المشكله ان يعني احنا ما نقدرش كل الناس طالعه تقول لك ايه، احنا المسلسل عامل ترند الاول، احنا المسلسل عامل، معقوله كله عامل بنسبه ترند؟ كبيره مفيش واحد نمره اتنين. هي القصه ان هم بنسبه كبيره ما بيبقوش كدابين، لان مثلا يعني ايه معناها يعني؟ هقول لحضرتك، يعني انت مثلا عندك مسلسل ما النهارده المسلسل ده عامل ترند على تويتر، هيكون في مسلسل تاني عامل ترند على فيسبوك، عدد المشاهدات على اليوتيوب اكبر من عدد مشاهدات تاني بالنسبه لقناه من القنوات، يعني قناه المنتج هتختلف عن القناه بتاعه القناه التلفزيونيه اللي بتعرض، يعني القناه اللي على اليوتيوب. خلينا نشوف بشكل علمي بقى كده، انتوا كنقاد لما بتحبوا تعرفوا ايه الترندنج فعلا او ايه نسب المشاهده العاليه فعلا بتعملوا ايه؟ ده مستحيل، لان مفيش تقارير بتطلع بشكل مؤكد تقول ان ده الاول ولا الاخير ولا رقم اتنين ولا رقم ثلاثة، لان انا عشان اقدر احصر ده فعليا زي ما بيحصل مثلا في الولايات المتحدة او في فرنسا او في انجلترا او اي نسبة مشاهدات ريت بيبقى معروف بشكل ثابت، ولكن علشان اعمل ده هنا في مصر انا لازم اجمع نسب بتاعت تويتر وبتاعت فيسبوك وبتاعت يوتيوب وبتاعت حتى القنوات الغير شرعية اللي بتعرض المسلسلات، يعني على الرغم من ان كل مسلسل على اليوتيوب بيبقى له قناتين، القناة بتاعت القناة التلفزيونية اللي بتعرضه وقناة شركة الانتاج، الحلقات بتبقى موجودة هنا وهنا. فبالإضافة عليهم بيبقى في مواقع بتسرق الحلقات وبتعرضها بشكل كأنه مراية أو بتخزنها وبتعرضها بشكل ستريمينج على المواقع دي وبتجيب ترافيك. أنا لازم علشان أقدر أجيب نسبة المشاهدة الحقيقية أجمع كل النسب دي وابتدي اقرر. بس كان في شركات بتعمل ده، يعني كان في شركه معروفه الدقه برضو مش معروفه، يعني انا ما اقدرش اللي يقول لي ان الشركه دي دقيقه او ان الشركه دي بتطلع نسب حقيقيه، لان احنا اصلا كمان الاجهزه بتاعتنا ما عندهاش قدره على القياس، يعني الاجهزه بتاعه الريسيفرات واجهزه العرض غير قادره على القياس بشكل رئيسي وعشان تقول لنا مين رقم واحد. فلما يجي مسلسل فبيستغل في الدعايه ان هو بقى ترند على تويتر بسبب حدث من احداثه جوه الحلقه، بيقول انا رقم واحد على تويتر، ما بيقولش انا رقم واحد على تويتر في الساعه الفلانيه في الوقت الفلاني، الترند ده بيتغير طول الوقت. ففكره الجمهور بتاع اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي بيبقى مختلف، فالسبيل الى حصره مستحيل. مستشعر ايه السنه دي؟ يعني ايه اللي مسمع السنه؟ يعني انا فاكره لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده السنه اللي فاتت مثلا، كان هذا المساء تمام، يعني كان حديث المدينه، الناس كلها كانت بتتكلم على هذا المساء وعلى المسلسل وعلى الاداء والممثلين وكذا. السنه دي انت شايف ايه؟ انا شايف ان السنه دي زي كل سنه احنا عندنا قطاعات من الجمهور بتتوجه لها المسلسلات بشكل مباشر، وبالتالي الجمهور بيستقبل المسلسلات دي. يعني لو جينا بصينا على مسلسلات البطل الشعبي اللي بيبقى فيها شبه تيمة انتقام وثورة على الفقر والظلم وما إلى ذلك، هنلاقي في أوجه كتير، منها مسلسل مثلا أيوب، يعني مسلسل أيوب بيلاقي قطاع كبير جدا من المشاهدات. أنا نفسي وأنا ماشي في الشارع بشوف في أهاوي مشغلاه الناس بتتفرج عليه. كلبش اتنين نفس النظام، رحيم نفس الحال.
في شريحة من الجمهور بتتوجه ناحية هذه الطبيعة من المسلسلات طبعاً. محمد رمضان القائمة بشكل يعني. بس يعني اعتقد المسلسلات التانية سابقاه اكتر، يعني انا بحس ان في يعني في فعليا تفاعل اكتر مع المسلسلات التانية، وده راجع للعمل الفني. يعني لو جينا رتبناهم هنلاقي ان رحيم افضل فنيا، على الرغم من بدايته ما كانتش موفقة قوي في اول 10 حلقات، الدراما ما كانتش قوية وما كانتش مرسومة كويس، ولكن من بعد الحلقة العاشرة او الحداشر ابتدى يبقى في دراما في ابعاد للشخصيات. يعني في الاول ما كانش في ابعاد للشخصيات دي، احنا ما نعرفش ليه رحيم بيعمل كده، ايه علاقه رحيم بالشخصيات اللي حواليه، سواء كانت عماد سواء كانت سيد، الشخصيات اللي حواليه ليه. طب ما تشوفوا لنا رحيم لو جاهز يا جماعه كده واحنا بنتكلم عليه نحضره. فالفكره ان هم مع بعض ليه، الشخصيات دي ازاي بتتفاعل بهذا الشكل مع مع بعضها. هل بتعتبر ياسر جلال في رحيم ثبت اقدامه كنجم اول بعد البوم اللي حصلت السنه اللي هو فاتت؟ هو 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 ولا اثبت قدراته؟ يعني كلام منطقي بقى، ما انا هقول حاجه كلام منطقي جدا يعني. هو اثبت قدراته بس هل الاستمرار بنفس الاداء وبنفس المستوى هل هيحصل او مش هيحصل؟ انا ما اقدرش اقول، لسبب ان كان قدامي من حوالي سنتين او ثلاث سنين كان في نموذج طارق لطفي. طارق لطفي عمل عوده قويه جدا في ببطوله مطلقه في مسلسل، ولكن حصلت عصارات مش بسببه هو ولا بسبب ادائه ولا بسبب قدراته اللي هي معروف ان هي قويه يعني كممثل طبعا. بس حصل الدروب ده بسبب ظروف السوق اللي بتتحول بشكل سريع جدا وبشكل قوي ما بين موسم رمضان وما بين موسم رمضان اللي وراه. فانا ما اقدرش اقول ياسر هيقدر يستمر على نفس الوضع ده، مش علشان امكانياته قليله، بالعكس هو في المسلسل ده عامل شغل قوي جدا على مستوى التمثيل وعلى مستوى الـ رسم الشخصيه وعلى مستوى التفاعل مع كل الحاجات دي وركزت في دقنه مثلا يعني على فكره ده نجاح، ده جزء كبير ان هو بقى في صوره ذهنيه ان انت لو حطيتي الدقن بتاعت اي حد وفيها خطين بيض انت هتبقى رحيم. بقى علامه يعني بقى حاجه مميزه ايقونه ان انا شايف رحيم بهذا الشكل. فتفاعل ياسر قوي جدا، لكن هل السوق هيفضل مخلي ياسر في هذه المكانه او يخليه يقدر يفرد قلوعه اكتر واكتر؟ الله اعلم، دي ما حدش يقدر يعملها. رحيم ونرجع نشوف مسلسل تاني. بنناقش المسلسلات لسه يا مفيش اي حاجه خالص. طب خلينا نشوف كده ايه الجانر مثلا الغالب السنه دي، يعني في عدد كبير السنه دي من مسلسلات الكوميدي مثلا، في اكشن، في ميلودراما فقع يعني ايه الجانر؟ لا بس الميلودراما قليل يعني الفكره اللي عندنا. ايوه بس ايه الجانر الغالب؟ الغالب الاكشن جريمه، يعني الاكشن مع باك سلاش جريمه الاثنين مع بعض ده اكتر حاجه غالبه يعني بتشوفيها في ثلاث ارباع المسلسلات، ولما كانتش هي الجنر الاساسي في المسلسل فبتبقى حاجه مساعده جوه المسلسل، ما بيقدرش يستغنى عن الجريمه. لو جينا بصينا حصرنا المسلسلات، احنا عندنا تقريبا 25 او 26 مسلسل حاجه زي كده تقريبا، نقدر نقول تلتينهم بيعتمدوا على هذا، يعني بيعتمدوا على فكره ان في قتيل بيتمحور حواليه المسلسل او فكره ان في تجاره غير مشروعه سواء كانت مخدرات او اثار بتتم وحواليها بتبني الدراما. ففعليا تلتين المسلسلات بتعتمد على الاكشن والجريمه. طيب ده fair enough، عشان لو قلنا لو قارنا ما بينهم نقول مين الافضل في الحبكه، طالما الجانر واحد طالما الجانر واحد احنا نقدر نقول مين الافضل في الحبكه من النوع لو ده. لو انا بتكلم ان الاكشن غالب على الجريمه فانا بميل لرحيم اكتر، بالذات بعد ما الدراما نفسها والشخصيات وبعد ما الشخصيات اتطورت بعد تلتو الاولاني، يعني الشخصيات اتطورت وبقى لها ابعاد بعد التلت الاولاني. هل بتحط طايع ضمن الجانر ده؟ ما هو طايع الجريمه، لو انا هغلب الجريمه على الاكشن، لان طايع ما فيهوش اكشن كتير، ما اقدرش اقول ان هو في مشاهد حركه قويه زي رحيم. فهو اكتر بينتمي للجريمه لان هو بيعتمد على الطار، ففي جرائم قتل او تجاره الاثار غير مشروعه. فلو انا هعتبر ان في مسلسل بيعتمد على الجريمه اكتر منه الاكشن، بيغلب الجريمه اكتر من الاكشن، بالتاكيد هيكون طايع. لو جيت بصيت على دراما اجتماعيه بشكل ما انا بنحاز لرسائل اكتر يعني. طيب خلينا بما انك ذكرت طايع وذكرت القتل الكتير اللي حصل، الموضوع قلب يعني قلب بقى ضحك مع الناس يعني انه جه في فتره كانت الناس بتتابع المسلسل وفي شغل معقول ولطيف وكذا، وبعدين ابتدى يقلب بقى ايه
اتلف اتلف اتلف. الناس بقت تقول لك ايه، مين هيموت النهارده، مين هيتقتل النهارده. رامي عنده بقى وجهه نظر في الموضوع ده دراميا، يعني انت شايف ان ده ليه توظيف درامي معين، ليه هدف درامي او في الرساله بالظبط. إيه انا شايف ان الدراما بتعتمد على الخيال والمبالغه، يعني ما فيش حد بيشوف واقع وينقله كما هو الا في الافلام الوثائقيه. يعني انا لو عايز اشوف صعيد حقيقي يبقى اجيب الصعيد ده من فيلم وثائقي او اروح اعيش الوضع هناك. انا طول الوقت في الدراما بيبقى في عامل خيال وفي عامل مبالغه، دول لازم يكونوا موجودين. حتى الصوره الذهنيه اللي احنا بنشوفها للصعيد، الصعيديين نفسهم بيتريقوا عليها ان هي مش موجوده. ده احنا جينا بصينا الصعيد قطاع من مصر كبير جدا، يعني من اول تقريبا بني سويف لغايه اقصى الجنوب. احنا عندنا طبايع مختلفة من الصعايدة، يعني المرحلة الأولانية غير المرحلة اللي في النص غير اللي في الآخر، كل منطقة ليها لهجتها وليها طباعها. ايه هدفهم من وجهة نظرك؟ ما انا هقول لحضرتك، احنا بنعمل ايه؟ بنطلع صورة ذهنية بتتوافق مع كل ده حسب الصورة الذهنية اللي احنا بنشوفها. فهو أسس العالم بتاعه دراميا ان في حاجة اسمها دلال، رغم ان دي مش موجودة. أسس العالم بتاعه دراميا ان في العشرات من المقابر الملكية لم تكتشف بعد، الله أعلم ده حقيقي ولا مش حقيقي. أسس الـ الدراما بتاعته ان في طار عمال بيدبح في كل الناس. طبعا معروف ان مفيش طار بيتاخد من واحده ست، ومفيش طار بتاخده واحده ست في الصعيد، لكن هو في الحوار موظف ده. يعني هو من الحلقه الثانيه بيشرح ليه حربي عايز يقتل بنت، يقتل مهجل، هي بنت العمده. ولما وصل في حلقه امبارح مثلا بيقول انا كنت غلطان، يعني هو نفسه حربي اعترف ان هو غلطان ان هو قتل مهجه، وان هو مش عايز الستات تاني تتقتل عشان البلد ما تهيكش عليه اكتر. فبالتالي حوار، هو موظف ده جوه الحوار. وبالتالي انا عايز اعرف ليه حاله التكثيف دي، يعني انا لو بصيت على المسلسل هلاقي في حاله تكثيف رهيبه. ان احنا هنوصل إن, ان 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 في مشاهد ان ست بتقتل ست جوه ده طبعا خيال ما بيحصلش، لكن انا عايز، هو عايز يوصل حتى من خلال الحوار ان الغل هو اللي بيقود، مش مساله الطار او مساله شرف. لان حتى جابر لما كان بيسال امه بيقول لها انت عملتي ايه، انت كده حطيتي عار على عارنا ان احنا ان انت قتلتي واحده ست. قالت له انا مش، ما كنت متخيله ان انا هنتقم، بس الغل اللي جوايا ما راحش. فهو قاصد يقول ان ده غل، ان الغل ده بقى في حاله ان احنا بنمسح افكارنا، بنمسح كل حاجه، وان احنا ماشيين اثار البلد بتضيع، هويه البلد نفسها بتضيع قصاد ان احنا عمالين بنقتل في بعض. تمام. ممكن نوصل في الاخر ان كله يموت وما يفضلش حد. أيوة. يعني فعليا كله يموت، كله خسران في الاخر. بالظبط. طب يلا طايع. كنت بتقول لي ملمح الحقيقه لطيف جدا، ان انت شفت انه هم عاملين تريبيوت للموميا. للموميا، عاملين تريبيوت للموميا وشادي عبد السلام، لان الموميا طبعا بيركز على تجاره الاثار. طبعا يعني ابداع شادي عبد السلام الاعظم والاكبر. دي حقيقه، والفيلم كان بيتكلم على تجاره الاثار وقد ايه ده عنيف وبيدمر البلد وما الى ذلك. يعني فانا شايف ان المسؤولين عن العمل سواء كان مخرج او اللي هو عمرو سلامه او الكتاب قال دياب بيعملوا تريبيوت واضح وصريح لفيلم الموميا في شخصيه حربي. يعني لو احنا بصينا ان اللبس بتاع الشخصيات وطريقه النطق مختلفه عند الناس كلها خلافا لحربي. حربي هو جزء كانه طالع من فيلم الموميا، واعتقد ان ده تريبيوت مهم جدا بيربط المسلسل بفيلم عظيم زي ده. يعني ايوه صح، ده ملمح الحقيقه ذكي جدا، عجبني قوي. يا رامي، في كمان السنه دي مسلسل بالحجم العائلي، كان يحيى الفخراني طبعا وهاله خليل المخرجه. في ناس عجبها وشافت ان هو مختلف عن كل الترندز اللي موجوده او الجانرز اللي موجوده، يعني بيلعب في سكه لوحده. ده حقيقي. وفي ناس حست ان هو مش من اقوى المسلسلات، وان هو مش من اقوى اعمال يحيى الفخراني اللي هو الناس بتقعد تستناه كل سنه. والله بصي انا مختلف مع ده تماما. يعني انا شايف ان اولا يحيى الفخراني ما خرجش بره الاطار اللي هو بيشتغل عليه. يعني احنا لو جينا بصينا على يحيى الفخراني خلال الثمان سنين اللي فاتوا هو بيشتغل بمعدل كل سنتين مسلسل.
ايوه الفتره اللي فاتت عمل اربع مسلسلات، الاربع مسلسلات نقدر نقول ان هم ليهم اصل ادبي وله علاقه بشكسبير ومسرحيات عالميه، اللي هي كان عامل في ونوس فاوست اللي كان كتبها جوتا. فالنصوص اللي كان بيتعامل معاها في الفترات السابقه كانت تقيله. حتى لو جينا اتكلمنا على شيخ العرب همام، هو شخصيه تاريخيه وكان في تطبيق تاريخي بالظبط. وبعد كده في الخواجه عبد القادر، ده في جانب صوفي وجانب بيأرخ لحياة مصر في وقت طويل جدا. فخلال الفترة دي كلها احنا شفنا اعمال يعني نقدر نقول عليها ارتستيك قوي، فيها علو جدا في الديكورات، في الملابس، في الايقاع نفسه، الايقاع كل ده. يعني حتى يحيى الفخراني كل فترة كان بيختار ان هو يعني بعد فترة يعمل مسلسل خفيف. يعني انا ما ينفعش افضل ماشي طول الوقت زي القطر كده بطلع اعمال تقيلة. يعني يحيى الفخراني مش محتاج ان هو يثبت اي حاجه، يعني هو ممثل عظيم غير حاجه، خلاص الموضوع منتهي. يعني هو تريد مارك يعني مش عندي انا ولا عند اي حد، عند ناس كتير وعند قطاع كبير جدا من الناس. فالفكره ان احنا بنتكلم على ان هو لجأ للكوميديا الرومانسيه الخفيفه علشان يغير شويه عن السنين اللي فاتت. وبالتالي هو جاب قصة الشباب حواليه واختار مدينه ساحليه علشان الصوره تطلع لطيفه وكويسه. فانا عندي بشكل بانورامي بيتكلم على الاسره والعيله وقيم اخلاقيه واجتماعيه موجوده، حاجات مسكوت عنها في المجتمع في الاسره نفسها وفي ترابطها. فده ما اختلفش كتير عن اللي بيعمله يحيى الفخراني، هو بس غير القشره اللي بره، خلاها كوميديا وخلاها لايت شويه علشان يغير. وده مطلوب طبعا عند الممثل وعند الناس كلها. الحجم العائلي يحيى الفخراني هيظل ممثل ممتع. صحيح. يعني انت بتتفرج على تمثيل يحيى الفخراني، دي حاله من الابداع يعني متفوقه حقيقة جدا. طيب السنه دي في عدد كبير جدا من مسلسلات الكوميدي وتحس ايه بقى، تحس ان هم نفس الشله بس كل مسلسل ليه بطل فيهم. يعني ده مثلا مش عارفه بيومي هنا البطل، لا مش عارفه اسمه ايه، دي راجعه ان كان في مسلسلات اتاجلت. يعني السنه اللي فاتت كان في مسلسلات اتاجلت، فانت بقيت تشوفي مثلا محمد سلام في مسلسلين مثلا مع بعض في نفس التراك في نفس الوقت، لان في حاجات متاجله من السنه اللي فاتت. انا شايف ان الدراما المتعلقه بالكوميديا ابتدت تتراجع وبتكش كعدد بتتراجع قصاد الانواع الثانيه من المسلسلات. بس ده في كتير قوي السنه دي، بخلاف كمان ان هم مش كتير قوي ولا حاجه. بس يعني هم فعليا عددهم قل عن السنين اللي فاتت، دي حاجه. والحاجه الثانيه ابتدت الكوميديا اللي بتعتمد على الافيهات تندثر. يعني احنا ابتدينا نرجع ان احنا نعمل مسلسلات كوميدية أكتر. يعني لو شفنا مثلا خفة يد كمثال، المسلسل ده بيهتم بالدراما جنب الكوميديا، يعني بيهتم بالخطوط الدرامية والشخصيات وبناها والتمثيل وعلاقات الشخصيات دي جنب بعضها أكتر من المسلسلات التانية. مين كاتبه ده؟ لا الاسم رايح، معلش عدد كبير جدا. فأنا مش فاكر، أنا بس الملاحظة اللي أنا بشوفها إن هم من أكتر المسلسلات المنضبطة في الكتابة من ناحية الكوميديا، إن هو بيطلع كوميديا طلع تلات أرباع الوقت من الموقف ومن الشخصية، ما بتعتمدش على الإفيهات زي الحاجات التانية. يعني سك على بناتك، سك على أخواتك، آسف، سك على أخواتك بيعتمد بشكل رئيسي على ارتجالات علي ربيع. وعلي ربيع مش قادر يسد مساحة كوميديا ولا يطلع إفيهات بالقوة اللي تخليه يفضل مستمر مشهد لمدة دقيقتين بيتكلم فيه وقت طويل. أنا ما بضحكش. رمضان السنة دي زي مصنع تفريخ للكوميديانات. بالظبط. مين أنت شايفه من وجهة نظرك كناقد الكوميديان القادم؟ يعني انا بعتبر ان محمد سلام ومحمد ثروت من ابرز الاشكال، من ابرز الممثلين اللي قادرين يعملوا اشكال كوميديا مختلفه وبره التنميط. يعني فعليا محمد ثروت ومحمد سلام هم اللي بشوفهم ممكن قادمين في الوقت اللي جاي. يعني طبعا احنا مش لاحقين نتكلم على كل حاجه لان العدد كبير جدا السنه دي، كان نفسي برضو اتكلم على الممثلين وكده مره تانية بقى يا رامي ان شاء الله تيجي معانا. أكيد. بشكرك جدا جدا على تحليلك النقدي للدراما رمضان السنه دي او جزء منها، يعني ان شاء الله نكملها مرات تانية. ورمضان كريم وعيد سعيد. الله اكرم كل ان شاء الله. طيب. اكيد فقراتنا خلصت، لكن راجعين بعد الفاصل لختام اليوم، خليكم معانا.